أحسن الله إليكم الأخت أم منصور، تقول: ما حكم التأخر عن الإمام سواء أثناء الركوع أو خلاف ذلك من أجل الدعاء في حالة السجود، وما الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليتم به، فلا يتأخر عن إمامه ولا يتقدم عليه، تابع الإمام، هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاسجدوا، إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، يتابع الإمام، هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.